السلام عليكم. الخبر اللي متصدر الايام دي او الساعات الاخيره على وسائل التواصل الاجتماعي، الابن اللي عاشر امه مع عشره الازواج لمده سنتين وحملت منه. الخبر ده نازل بكثره وبغزاره على كل الصحف وكل المواقع الالكترونيه على اساس ان هو جديد، ولكن الموضوع ده حصل من فتره كبيره، ما حصلش الايام دي. ولكن بيقولوا او الناس اللي هي نزلته مرة تاني بيقولوا احنا بننزله علشان غرض التوعية والناس تعرف الدنيا ماشية ازاي. الام مهندسة الديكور اللي عندها ابن في ثانوية عامة اللي متزوجة استاذ جامعي قاعد في احدى دول الخليج شغال هناك، بيجي كل 4 سنين بيقعد فترة وبيمشي تاني. الام اللي لقت نفسها في الفترة الاخيرة منهكة تماما، حاسة على طول برغبة في النوم، على طول حاسة بالخمول. وقتها قررت ان هي تروح للطبيب المعالج ليها. راحت للطبيب المعالج ليها اللي قال لها انت لازم تبطلي المخدرات علشان الحمل اللي عندك. الصدمة ما خلتهاش مستوعبة الموقف، وخصوصا ان اخر زيارة لجوزها كانت من سنتين، ومعروف عنها سمعتها اللي زي البرلانت، ومعروف عنها ان هي ملتزمة 100% من البيت للشغل بتاعها، وبتيجي البيت ما بتنزلش. اهلها كلهم عارفينها ان هي معتمدة عليها وبمليون راجل، يعني معتمدة عليها اسم جوزها محافظة عليه، يعني مش خاينة ولا قليلة العشرة ولا ولا ولا. الدكتور اللي قال لها الكلمتين دول ان انت لازم تبطلي المخدرات علشان انت في الشهر التاني من الحمل، الصدمة كانت كبيرة عليها، وقعت على طول مغمى عليها. بعدها على طول قررت ان هي تعرف في ايه، وخصوصا ازاي المخدرات دخلت جسمها، وازاي الحمل برضو وصل لها وهي محافظة على سمعتها قلبا وقالبا. اول حاجة فكرت فيها، فكرت في القهوة اللي بيعملها لها ابنها اللي في ثانوية عامة يوم ورا التاني، وتعودت منه ان هي تشرب كوباية القهوة منه. قررت ان هي تروح البيت علشان تشوف الموضوع ممكن يمشي ازاي. روحت البيت كان ابنها في احدى السنترات بياخد درس خاص. بعد ما رجع على طول قالت له الحقني بكوباية القهوة، انا دماغي هتفرقع. جاب لها كوباية القهوة. بعد ما جاب لها كوباية القهوة على طول عملت نفسها ان هي شربتها. بعدها على طول عملت نفسها ان هي مغمى عليها او ان هي نايمة، علشان تفاجأ باكتر حاجة صدمتها في حياتها. ابنها الطالب اللي في ثانوية عامة قالع ملط عريان تماما داخل عليها وقعد يبوس فيها في كل وشها وهو بالمنظر ده. في الوقت ده صدمته، زعقت له ايه اللي انت بتعمله، انت اللي عملت كده. في الوقت ده الولد لبس هدومه ونزل على طول جري، قعد عند احد الاصدقاء وما قالوش اي حاجة. الام اللي نزلت منهارة راحت على رئيس المباحث بتقول له انا حصل 1 و2 و3 وفي المجمل حصل حمل سفاحا من ابني الطالب اللي في ثانوية عامة. رئيس المباحث على طول قدر ان هو يتوصل عن طريق الاكمنة الثابتة والمتحركة ان هو يجيب الطالب ده اللي قاعد في شقة واحد من اصدقائه. جابه واعترف له بالاعتراف ده كله وقال له انا فعلا كنت كل يوم بعمل لامي كوباية القهوة وبحط فيها مادة مخدرة، كل ده علشان امارس معاها الجنس زي الازواج. والحاجة دي اللي خلته يعمل الليلة دي كلها من كتر فرجته على المواقع الاباحية، وان هو بيتفرج كمان على الافلام الاباحية الخاصة بالاولاد والامهات، يعني الجنس الاباحي ما خلاش اي حاجة. في الوقت ده قال انا عايز اجرب مع حد معين، ما لقيتش الا امي علشان اجرب معاها، وجربت معاها ومعرفش يعني ايه كلمة حمل، ومعرفش يعني ايه ان هي حملت، ومعرفش اي حاجة الا انا كنت بفرغ شهوتي الجنسية اللي انا كنت عايز افرغها في الوقت ده مع امي. كارثة ومصيبة. الولد اتمسك زي ما قلنا واعترف قدام رئيس المباحث بكل حاجة، اللي قرر كمان وكيل النيابة حبسه 4 ايام، ولكن سنه ما كانش بيسمح ان هو يتعمل فيه اكتر من كده، لان كده كده الولد حدث، يعني اقل من 18 سنة مش هياخد الجرم بتاعه الكبير، ولكن هيتحط في مصلحة احداث معينة علشان حتى يتعالج نفسيا ومعنويا وبدنيا وكل حاجة. الامر انتهى لغاية كده هو، وقلنا لكم الخبر اللي كان نازل من فترات طويلة وفعلا كان حاصل.
ولكن ما نعرفش مجريات الامور بتاعته ايه، ولكن اللي متاكدين منه ان الابن محبوس لغايه دلوقتي في الاحداث. الخبر نزل تاني وتصدر الترند في الفتره الاخيره او في الساعات الاخيره بحجه ان الموضوع ده نازل للتوعيه، بحجه ان الموضوع نازل علشان الناس تاخد بالها وتاخد حذرها في الوقت اللعين اللي احنا فيه ده كله. الانترنت، المواقع الاباحيه اللي ما خلتش حاجه ما سابتهاش، اللي كل الناس ما بتفكرش الا فقط في الجنس الاباحي والطريقه شكلها ايه. الناس دلوقتي حتى الاولاد بيفكروا يعملوا ايه مع امهاتهم. طبعا احنا ما بنتكلمش في المجمل، ولكن احنا بنتكلم التوعيه اللي نزلت في الخبر ده، اللي بتقول احنا نزلنا الخبر ده علشان التوعيه مش اكتر من كده. المهم الموضوع انتهى وخلص الموضوع. واحد، الزوج اللي بيسيب مراته سنه واثنين وثلاثه واربعه، خلي بالك لو سمحت، مراتك ليها حق عليك وليها واجب عليك، وممكن كمان عندك ولاد منها، اولاد او بنات، ممكن بناتك يتدمروا تماما، علاقات غير شرعيه، ممكن تحصل مليون مصيبه لو انت مش متابعهم الرعايه الكافيه مع الام. دي رقم واحد. الابن اللي ممكن يتحول بعد كده لشخص تاني جدا بسبب الفلوس الكتيرة اللي انت ممكن حضرتك متخيل اللي انت بتديها له، ومتخيل انت شغال هناك فقط علشان ان انت تحقق له حاجة معينة، ممكن تبقى معاه بالعكس وتعمل معاه اوحش من كده بكتير، اتجاهه لشلل السوق والمخدرات وخلافه، وممكن كمان توصل لعمليات القتل. وادي الكارثة اللي حصلت او النتيجة اللي حصلت، ان الام اللي قاعدة وحدها مع ابنها اللي ابوه غايب فترات طويلة حملت من ابنك الصغير او حملت من ابنها. النقطة الثانية، رقم ثلاثة، التربية اللي المفروض ان الام تراعي ابنها وتحط ابنها تحت ايديها، ونفس الكلام الاب. الام اللي معرفتش تحقق الموضوع ده، لان لو الابن متربي تربية صح وسليمة اعتقد ان الابن ده عمره ما كان يفكر يعمل حاجة زي كده. المفروض ان الام كمان تاخد بالها من لبسها قدام ولادها. احنا ما بنقولش ان هي ما تلبسش ولا تعمل ولا تسوي، ده ابنها مفيش مشكلة، ولكن في المجمل لازم يبقى فيه برضه بعض الخطوط الحمراء ما تتعدهاش. يعني مش لازم ان الام تلبس ميني جيب ولا ميكرو جيب ولا تلبس الكطات وتبين صدرها وتبين بطنها وتبين، ما تبينش اي حاجه من الحاجات دي كلها. حتى لو هو ابنها الموضوع اكبر من كده بكتير، مش الموضوع صغير. لازم الالتزام يبقى موجود، لازم الحدود تبقى محطوطه حتى ما بين الابناء. احنا بنقول نصيحه، اللي عايز يسمعها يسمعها واللي مش عايز يسمعها ما يسمعهاش. ومحدش يقول ده ابنها ودي امه والكلام ده كله. حصلت وبتحصل، ومهندس الديكور وابوه كمان دكتور في الجامعه او استاذ جامعي عايش بره او شغال بره في جامعه في الخليج. الموضوع اكبر من كده بكتير جدا. نقطه اخيره برضو هنتكلم فيها، الام اللي تحس ان ابنها فيه حاجه غير سويه على طول لازم تتصل بالخطوط الساخنه للحاجات النفسيه او للامراض النفسيه علشان يقدر يتعالج اول باول، او يقدر ان احنا نلحق المشكله من اولها، ما ندخلش بعدها على طول في كوارث مجتمعيه مش هنعرف نطلع منها. الابن اللي لازم يتعلم الدرس مليون في الميه، لما يرجع تاني او لما يطلع تاني، لما يطلع للحياه تاني من المحبس بتاعه، يا ترى الام دي هتعامله ازاي؟ ترى الاب هيعاملوه ازاي؟ وخصوصا ان الام كانت حامل كمان في الشهر الثاني وكان بيعاشرها لمده سنتين وما خدتش بالها من اي حاجه من الحاجات دي كلها، الا لما حست باعياء شديد في الفتره الاخيره. قالت ممكن يبقى تعب او ارهاق او ايا كان، ولكن كانت كارثه كبيره ان هي كانت حامل. مواضيع كتيره قوي لو احنا اتكلمنا فيها عن الابناء والاباء والخلافات اللي ممكن تبقى ما بينهم، ولكن المشكله كمان ان الاسره دي ما كانش فيها اي خلافات. الموضوع الرئيسي فيها الابن، الام، الزوج اللي بره، الحمل من الام او الحمل بتاع الام من ابنها، كارثه مجتمعيه. يا ترى رايكم في حاجه زي كده ايه؟ وممكن تتعالج ازاي؟ وممكن يتعالج الولد ازاي؟ والام والارض يقدروا يتعاملوا مع الابن مره تاني ولا ما يقدروش؟ رايكم يهمنا جدا في الموضوع ده عشان نعرف منه، نحلل المواضيع ونعرف الدنيا واصله لغايه فين. السلام عليكم.